اخترت هني صورة الكويت لأن سؤالي يتعلق عن الكويت. بعدين إذا أنا مو حابة الصورة أو ما حبيتها راح أقدر أمسحها عن طريق remove image. بعدين راح أنتقل للإجابات الانسرز، راح أختار add text وأقدر أضيف أيضا صورة للإجابات add image، ولكن أنا حابة حاليا أكتفي بالصورة الأولى، راح أختار add text. أحط أول إجابة مثلا، إذا أنا أبيها خاطئة راح أخليها نفس ما هي X، ما راح أغيرها، ولكن إذا أبيها تكون صحيحة راح أضغط على X وأخليها True، راح تكون إجابتي هنا صحيحة. ولكن أنا حابة تكون أول إجابة خاطئة راح أرجعها X. What is the capital of Kuwait؟ راح أختار هنا إجابة خاطئة، مثلا راح أكتب سالمية مثلا، راح اختار اجابة ثانية وراح اخليها ايضا خاطئة واخلي الاكس موجودة، ما راح اغيرها لي صح، راح اخليها مثلا الاحمدي. وثالث اجابة والاخيرة راح اخليها طبعا صحيحة وراح اضغط على اكس واخليها ترو، وراح اخليها اجابة صحيحة وهي عاصمة الكويت هي الكويت. هني توضح لي اني انا كتبت الاجابات وكتبت السؤال وشيكت على الصورة وشيكت ان الاجابات الخاطئة خاطئة والاجابة الصحيحة صحيحة. راح اراجع كل اللي انا سويته عن طريق بريفيو قبل لا احفظه، شنو طلع لي هني وشنو لاحظت تحت نيكست مكتوب وقت. الوقت هذا قاعد ينقص، واللي هو وقت المسابقة او وقت الاختبار، بما اني انا حددت 1 minute دقيقة واحدة، هذا الوقت الحين قاعد ينقص. ومكتوب فوق What is the capital of Kuwait، وجنبه خاصية السماعة إذا أنا أبي تكون الإجابة السؤال أبي يكون مرفق بصوت، ولكني أنا ما سجلت، ولذلك راح أتجاهل هذه الخاصية. راح أنزل تحت ألقى صورة وألقى الإجابات كلها. أيضا إذا أنا حابة أعلمهم بالصوت وسجلت من قبل راح أضغط على زر السماعة، راح يطلع لي بالصوت إجابة كل، راح يطلع لي صوت كل إجابة. مثلا الحين أنا بجاوب على التست ونشوف، نلاحظ أن الوقت قاعد ينقص. مثلا اخترت سالمية، راح تطلع لي الإجابة incorrect. حابة أراجع مرة ثانية إذا إجابتي صحيحة شلون راح تكون الطريقة، راح أضغط على preview يطلع لي السؤال أيضا ويطلع لي الوقت. راح اختار مثلا وقت كويت، راح اختار اجابة كويت وهي الاجابة الصحيحة، طلع لي الاجابة صحيحة وراح ينقلني للسؤال اللي بعده. في حالة انه خلص الوقت راح اشوف شنو راح يصير، راح اسوي بريفيو وراح اشوف في حالة انه خلص الوقت وانا ما جاوبت شنو راح يصير معانا. نلاحظ ان الوقت قاعد ينقص. هذا الوقت قرب ينتهي وأنا ما جاوبت للحين على السؤال، وهذا راح يكون مع الطالب اللي خلص الوقت وهو للحين ما جاوب. بدت تخلص الدقيقة، هني انتهى الوقت عندي وطلع لي out of time وانتهت المسابقة وخسر الطرف الثاني او انتهى الاختبار. بما اني شيكت على كل شيء صحيح من ناحية
السؤال ومن ناحية الصورة ومن ناحية الإجابات إنها الخاطئة خاطئة والصحيحة صحيحة، ومن ناحية توافر الوقت بشكل صحيح راح أضغط طبعا على سيف عشان يحفظ شغلي. دان الحين طلع لي شغلي كله واختباري، طلع لي